السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس بخير ان شاء الله، تكونوا باحسن الاحوال. اليوم جبت لكم واحد الاكله خفيفه ظريفه اللي هي سباكيتي بالخضره، ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. فريمون كتجي زوينه بزاف، وتوجدوها بالخضره اللي عندكم في الدار. باش بلا ما نطول عليكم، دابا نبدا معكم في المقادير والتحضير ديال سباكيتي. دريت مقله شلطت فيها واحد راس ديال البصله صغير رقيق مع جوج ريوس صغار ديال الثومه، ضفت ليها الملحه ونبقى نحرك على عافيه متوسطه حتى كذوب لينا البصله حتى كتهبط. تحمر ليا البصله، غادي نضيف عليها خيزو، عندي مقطع شرائح رقيق كما كتشوفوا بحال هكا. ضفت خيزو هو الاول لانه كيشد الطياب، من بعد نزيد الخضره الاخرى. بعد ما هبط ليا الخيزو غادي نزيد عليه الشامبينيو فريش، اذا ما كاينش فريش فيك ديرو غير معلب على سرعه عاليه باش ما يطلقش الماء. غادي نشحرو دغيا دغيا، فوا كيتشحر لينا الخيزو ديالي هو الشامبينيو كيهبط واحد شويه. غنضيف ليه واحد المعلقه ديال الزبده، غادي نضيف ليه الفلفله حمراء حتى هي مقطعه طريفات، الفلفله خليتها هي الاخرى حيتاش دغيا دغيا كدوب هي، والفلفله خضراء. بعد ما تشحرات ليا الخضره ديالي هبطات، غادي نزيد ليها واحد المعلقه كبيره ديال دبس دبس الفلفله او معجون الفلفله، ماشي مطيشه الحك، هذا الدبس الفلفله او معجون الفلفله، يجيو يدير واحد المذاق خطير في لي بات وفي بعض الوجبات. صافي كنحرك بحال هكا باستمرار حتى كتهبط ليا الخضره ديالي وكتنسجم كلشي مع بعضياته. غادي نزيد شويه ديال العطريه، العطريه غادي نزيد شويه الابزار، راس معلقه صغيره ديال الخرقوم، راس معلقه صغيره ديال السكنجبير، راس معلقه صغيره ديال القزبر ناشف، واحد كنوره ولا ماجي. صافي ونحرك. غادي نضيف، خلطت كلشي، غادي نضيف واحد شويه واحد المغرفه ديال الماء ديال لي بات اللي سلقت فيهم لي بات، جوج مغرفات. صافي لاصوص ديالي هي واجده. دابا غادي نزيد سباكيتي ديالي اللي سلقتها من قبل في الماء والملحه، يعني ما خسلقتهاش بزاف يا دوب. صافي نخلط كلشي بحال هكا، واخر حاجه غنضيفها هي المعدنوس، واحد شويه المعدنوس مقطع رقيق. صافي غنحرك واحد جوج دقائق حتى ثلاثه دقائق وغادي تكون جاهزه. سباكيتي ديالي هي واجده، نطفيت عليها ودابا هي واجده. وهذه هي النتيجه النهائيه ديال سباكيتي بالخضره ديالي، ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. فريمون هي زوينه وبنينه بزاف وما فيهاش الخضره بزاف. المهم كتحتاجي كديري الخضره اللي عندك موجوده في الدار، وسهله مهله وعمليه، يعني في اخر لحظه تقدري توجديها. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه.